انضميت لمشروع صوت الشباب العربي من حوالي سنة بناء على ترشيح من جامعة القاهرة اني امثل الجامعة في تدريب عقد في الأردن بيدربنا ازاي نكون مدربين بعد كده للشباب في مصر على فكرة المناظرة والتعبير عن الرأي بأكتر طريقة سلمية ممكنة، وهي طريقة المناظرة اللي هي طريقة منظمة لعرض الرأي والرأي الآخر. مشروع صوت الشباب العربي انا شايفة ان هو إضافة كبيرة جدا قام بيها المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع منظمة أنالند، من خلاله بيقدروا يوصلوا الرسالة اللي احنا محتاجين نوصلها كلنا دلوقتي للشباب، ان انتوا صوتكم مسموع، صوتكم واصل، تقدروا تعبروا عن رأيكم بس بطريقة متحضرة، بطريقة منظمة. استفدت كتير قوي من مشروع صوت الشباب العربي على المستوى الشخصي، ان انا بحضر لاي مناظره قبلها، فبالتالي ابتديت ان انا اقرا عن موضوعات كتير متعلقه بالمناظرات، ابتديت اعرف ازاي اتقبل الراي الاخر من خلال ان انا ممكن اتحط فريق مؤيد أو فريق معارض لأي مقولة، فبالتالي خرجت عن القالب التفكير النمطي. على المستوى العام أنا شايفة أن صوت الشباب العربي بجد إضافة كبيرة جدا لأي شاب بيلتحق بهذا المشروع، من خلال أنه بيتعرف بشخصيات عامة كتيرة، بيقدر ينمي ثقته بنفسه لأنه بيقف قدام الجمهور وبيقدر يعرض رأيه بطريقة متحضرة، بيكتسب معلومات كتير عن الموضوع اللي هو بيناظر حاول عشان يقدر يكسب المناظرة. فأنا بجد يعني بشجع كل الشباب إن هو ينضم لمشروع صوت الشباب العربي، ولو مش هيقدر ينضم من خلال تفاعله الشخصي ممكن ينضم عن طريق إن هو يشارك برأيه على موقع صوت الشباب العربي على الإنترنت أو على صفحة الفيسبوك، ولازم يثق إن أي إضافة بيضيفها من خلال إبداء رأيه على صفحة البرنامج بتوصل وصوته فعلا مسموع. شكرا.